فينا خوات يمين الله مار فينا خواني وهذاك الله يحفظك ليا كنت مزيان. اذا مشاهدي قناه شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. معنا واحد المغربي شبيه ديال خوات لامين يامار السميه ديالو عبد الله العبدي. عبد الله العبدي السلام عليكم. السلام كدير خواني وهذاك صح الله يحفظك ليا خويا كنت مزيان. الله يحفظك ليا انا خويا الولد ديال بات امين الله. انت كتشبه لبات يمين يعني. كنشبه ليه ضروري كنشبه ليه. وكيف ما كنشوفك دابا ما نقدرش نتفرق بينك وبين بات يمين. ويا كاين الشباب ضروري هو دابا كيلعب في برا ما كرهش ندخلو هنا المغرب يلعب في المنتخب. دابا كنجي هنا للبحر كلشي ملي كيتصور كيقول حتى ولد هادي فهمتي كنتصور معاه كتجيب عليه هو ولدي ما كرهش انا ندخلو. ما كرهتيش يكون ولدي. ما كرهتش يكون ولدي فهمتي على دارو كاين شباب دازم كيجي كيقول لك لا تصورتي هذا 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 انا بغيت نقول لك لك راه خو انت بحال خو بات يمين. كاين سبحان الله هادي شباب غتقولها هو فهمتي فوق الكوبي ديالو فهمتي هو بغى مكراش يجي عندي تاعنا المغربي دابا هو كيلعب دابا في برا فهمتي اذا بغى يجي يدخل المغرب هنا مرحبا. يعني انت كون كان ولدك وكنتي بصح بات لامين يامار انت غيلعب في منتخب المغرب. نلعبوا في منتخب المغرب. علاش؟ ما دير بحال نقول ولدي فهمتي كاين شاب بحال نقول من دمك ولحمك فهمتي ندخلوا يلعب هنا في المغرب فهمتي المغرب هنا يهز يهز درابو ديال المغرب. واخا تكون في السبليون زعما ساكن في اسبانيا. واخا يكون ساكن في اسبانيا خويا دابا كيلعب هو في اسبانيا يدخل هنا سيجي هنا المغرب فهمتي. دابا كيلعب في السبليون حتى هو تولد تما هو يا خويا تولد كرة تما خويا هو لعب تما ودرب تما وكبر تما ولا دخل ثاني المغرب كاع حساب خور ثاني فهمتي دخل المغرب الثاني راه المغرب ثاني ما سهلاش. قول يا عبد الله شنو كيقول لك الناس ملي كيتلاقاو معاك؟ وكيقول لك حتى واش ولدك واش خوك هذه هي كاين شباب ملي تبغي تصور معايا فهمتي ما فهمت انا والو فهمتي كيقول لي واش هذا ولدك هذا هذا ضروري هو كي بحال يقول ولدي من دمي لحمي كاين شي سبحان الله هذه ما قلت هذا كاينش فرق بين انت وياه فهمتي. دابا الا تلاقيت انت مع باه مع باه يمين يا شنو غادي تكون رده الفعل ديالك؟ وردة الفعل هذا تجيك شي خلاك تجيك شي صدمة بعد ما يعني بحال كتشوف راسك كتشوف راسك بحال في المراية بحال في المراية بحال كتشوف الواقع ماشي كتمد بحال كتشوف الواقع دابا ولدك بحال انت دابا واقف وكتشوف في المراية كتشوف في المراية بحال ما كتجيك بحال شكل الصدمة فهمتي ما واحد والده كيشبه لي بحال يقول بحال يقول ولدك بحال يقول خوك كتجيك شي صدمة فهمتي ونتمنى يكون خير ان شاء الله. انت جيتي العين ديالك. جيت العين ديالي اخويا. كيفاش كيشوفوك الناس؟ كيشوفوني بحال قلت شي واحد اللي بحال خو بحال خو هذا كيشوف هنا بنادم دابا بالعين ديالك جاي يتبحر بنادم عامر الوقت بحر سخون. كيتصور معاك. كيتصور معايا بنادم كتقول لي مرحبا اخويا شفت ما تقدرش تطلع شي واحد تقول لي لا كيتصور كتقول خذ راحتك تصور. فهمتي خويا هذا بنادم تبارك الله كثير لا انت كتشبه ليا انت خوك هذا ولدك بنادم كي هو كاين الشاب صباح العادي ودابا بنادم كي صاحبك ولدك ولا شي حاجه فهمتي راه صراحه راه كاين الشباب كاين الشباب تبارك الله بزاف اصاحبي بحال نقول من دمك ولحمك فهمتي طبعا من دمك ولحمك واش غادي هذه هي الحياه بغيت تلاقى بلا من يا مار وما كرهتش اخويا ما كرهتش تلاقى معاه مباشره شي ما كرهتش ابدا ما كاينش كيفاش توصل ليه فهمت خصك دير دابا انت دير مستحيل باش توصل ليه شنو هو يقدر عنده يجي قاعد شي مزيان عنده كيجي المغرب كيجي المغرب الاصل ديالو مغربي باش انما هو كيلعب في منتخب اسبانيا اسبانيا دابا المشكله دابا كيلعب دابا في برا ما كيلعبش في المغرب انا ولا كيجي يلعب المغرب مزيان ما كرهتش نلعبوا هنا في المغرب فهمت انا ما كرهتش هو غالب الله شنو تقول يمين يا مالي يمين ما كان كيشوف فيا فهاد كيشوف هاد اللايف هذا دابا يقدر ديري شي فيك يجي المغرب هنايا انا موجود كنتسناك فهمت هو راه كيجي للمغرب ماشي ما كيجي
شو ما عرفتش اش من وقت كيجي فيه دابا هو المغرب. كيف ما عرفتي دابا يلا سالوا يلا الدوله كوب يعني عنده دابا فتره عطله يعني ما تعرفوش جاي ولا ما يجي. ما تقدرش دابا والبارسا عنده الاستعدادات دابا ديال الموسم الجاي الجاي. كاين اللعب دابا شو انت تقدر الا جا المغربي تواصل بيا ولا يقلب عليا ولقاني موجود فهمت. تقدر ياك السابق. ضروري ضروري خصني يجي خصني ضروري نشوفه فهمت. ضروري خصني وهذا يقدر يشوف هذا اللايف يقدر يمكن يشوف هذا اللايف هذا. ما كانش يمشي عند الصباليون وهي ما كراش بدا الوقت كاتشي دا ما كراتشي دا تشي تدا ثم بدا ما الظروف اللي حاكم ما تقدرش سكينيات باش باش تصليت فهمت. بارك الله عليك الله يحفظك الله كنتمنوا لك التوفيق وتلاقى معاه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون تشبه لي هذا ضروري كنشبه ان شاء الله.